مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين المغارب نيوز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. حادثة سير خطيرة على مقربة من القنصلية الإيطالية سابقا، حادثة سير اصطدام سيارتين رباعية الدفع، كما تلاحظون رباعية الدفع تابعة لإحدى الهيئات الدبلوماسية، هي هذه التي ترونها الآن. يعني لاحظوا يعني لدرجة أن السيارة طلعت فوق الرصيف، هاهي كما كتلاحظوا السيارة، لاحظوا يعني لاحظوا هي هذه، وهذه السيارة الأخرى اللي اصطدمت معها، هاهي لاحظوا هذه السيارة الأخرى اللي اصطدمت معها، هاهي هاهي لاحظوا اصطدام عنيف، لاحظوا خسائر مادية جسيمة كما كتلاحظوا معنا، لاحظوا يعني الواجهة الأمامية للسيارة دمرت عن آخرها يعني كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الأوفياء، يعني حادثة خطيرة كما كتلاحظوا معنا. كذلك احد السيارات اللي كانت فقط كانت مركونه، السياره اللي كانت مركونه فقط وتم الاصطدام بها، هاي كما كتلاحظوا معنا هذه السياره هذه تم الاصطدام بها، هذه كانت فقط مركونه، هذه السياره كانت مركونه فقط وتم الاصطدام بها، هذه السياره كانت غير مركونه هنا في هذا الرصيف وتم الاصطدام بها كما كتلاحظوا معنا. إذن مزيد من الحيطة والحذر، إذن دائما المزيد من الحيطة والحذر. إذن إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، نتمنى السلامة للجميع، ليلة سعيدة وإلى اللقاء.